الرادار. في الرادار اليوم وبعد الأمطار اللي استبشرت بها برشا ناس، خلينا نحكيه على الجانب الفلاحي. حكينا على الجانب فيما يتعلق بالسدود، وكان معنا سي شكرية جبي، وحكينا على آخر إيرادات السدود. خلينا توا نحكيه على المنتجات الفلاحية، المنتجات الفلاحية اللي انتفعت بالأمطار الأخيرة. فيش تتمثل المنتجات الفلاحية هذية اللي انتفعت كما قلنا بالأمطار الأخيرة مع أنيس خرباش عضو المجلس المركزي لاتحاد الفلاحة والصيد البحري. من بعد شوية في الرادار، من بعد شوية باش نتحدثوا على كلام مسؤول، باش يكون الموضوع يهم وزارة التجارة، باش نتحدثوا على الأسعار اللي فيها تراجع أو انخفاض، وفما زادة وفرة في المنتوجات. نحكيوا على أي شر، نحكيوا شنو نسب التضخم، شنو الأسعار زادة اللي تراجعت، مع رمزي الترابلسي مدير المرصد الوطني للتسويد والأسعار بوزارة التجارة. نواصلوا زادة باش نتحدثوا على مشروع مهم جدا اللي هو جرين سكول، اللي يهم جمعية والله ويكان ويهم الاقتصاد الدائري. هذا الكل من بعد شوية، لكن توا جي موعد الرادار. الشارع التونسي، الشارع التونسي، رجعنا لكم من جديد. كما قلنا موعد الرادار، ومش نتحدث على المنتوجات الفلاحية اللي انتفعت بالأمطار الأخيرة، مع عضو المجلس المركزي لاتحاد الفلاحة والصيد البحري أنيس خرباش. أهلا وسهلا ومرحبا بك سي أنيس. مرحبا بكم، أهلا وسهلا، شكرا على الاستضافة، مرحبا بك في المستمعين. مشكور جدا على التدخل معنا. إذا حكينا في جانب سابق على السدود وعلى إيرادات السدود بعد الأمطار الأخيرة. خلينا نحكي على المنتجات الفلاحية. شنو المنتجات الفلاحية اللي انتفعت بالأمطار؟ ساعة خلينا نقول فما منتجات، أكيد فما منتجات فلاحية انتفعت بالغيث النافع اللي صب في الأيامات الأخيرة. أكيد، هو في أول الأمر الأمطار دي نحن استبشرنا بها خير والحمد لله يا ربي، وإن شاء الله حسب معناها مع درس الجوي مزيد باش تواصل في الويكاند الجاية. الأمطار هذه هي أول شيء معناها فايدة كبيرة للمائدة المائية. تعرفوا لي أنه عديد الأبار الارتوازية أو حتى الأبار السطحية تراجعت معناها مائدتها المائية، يعني فوائد كبيرة عندها، وفي نفس الوقت هي عندها فائدة على عديد المنتجات الفلاحية، على عديد القطاعات الفلاحية، أهمها قطاع الزيتون. اليوم تعرفوا اللي صار من تيبس بالأخص في الوسط، في المهدية، في سوسة، في صفاقس، معناها شجر الزيتون والأضرار اللي التحقتها بالأخص السنة الماضية. وتعرفوا اللي نحن سنة رابع عام جفاف، يعني 4 سنوات على بعضهم، هي أمطار نافعة وجد نافعة صابت الزيتون، لغابة الزيتون بصفة عامة. كذلك الأمطار هذه نافعة بحول الله وبإذن الله للأشجار المثمرة. تعرفوا لي أنتم 4 أو 5 شهور التالي الفلاحة يقصوا عليها الماء وما ثماش أمطار، وبحكم التغيرات المناخية ونقص حتى المياه في السدود، مشيت زبرة الجر متاحة على الأخر باش يحافظوا على كل أم تبقى حية وكل شيء. اليوم معنا بأمطار الخير هذه الأربروات والشجرة زاد المجموع نقولوا شبعت حتى بالماء على الأقل في المدة هادية، وخلت الفلاح يستبهج وخلت الفلاح يتنفس ويحس لأنه معناها سبحان الله اليوم رجعت الحياة من جديد لك الشجرة هذيك. كذلك يا اليوم حتى للغلال الصيفية الأمطار هادية نافعة لكل معناها الأشجار، سواء مشماش وإلا بوسع وإلا حتى الغلال من دلاع ومن بطيخ بالأخص اللي الناس اللي تزرع في الوسط معناها، وإلا في الشمال الدلاع البعلي والبطيخ البعلي. يعني اليوم خليت اللي انه بحول الله وبإذن الله نجمو ننقذوا حتى جزء من الموسم متاع الغلال الصيفية، وكذلك خليت اللي انه الأرض تتروى بالماء ونجمو نحضروها أحسن تحضير للزراعات الخرفية، معناها للطماطم الخرفية، للفلفل الخرفي، للبطاطا الخرفية، تخلي معناها اليوم اللي انه الفلاح يكون متنفس. إلا أنه الأمطار هذه خليني يكون واضح ما هيش مش تنفع معناها صابت الحبوب، واليوم فلاحي الحبوب معناها قاعدين يتذمروا. اليوم فلاحي الحبوب معناها الصابة غير موجودة، يحسوا اللي أنهم مرتهنين في ديون كبيرة وكل شيء، وعلى هذاك نحن حريصين على الأقل لأنه الدولة اليوم تقف إلى فلاحي الحبوب، تقف بجنبهم وتحاول تدعمهم بالأخص من خلال معناها تعميم صندوق الجوائح الطبيعية
على كل فلاحي ومزارعي سيانيس. شنو الأضرار اللي لحقت بصابة الحبوب حتى التوا كنا عملوا التقييم تاعنا؟ هو كما قلنا نحن على الأقل منذ شهر، لأنه صابت الحبوب السنة متوقعة أنها مش تتجاوز 2.5 مليون قنطار. بعد الأمطار اللي صبت في أفريل، والأمطار هذه نجم نقولوا يا وأفرت على الأقل 5% معناها في الصابة المتوقعة، تعرفوا لأنه هذايا فما شوية ضرر للسبولة اليوم، معناها بكلمتنا العامة الفلاحية العام عجرودة. على هذاك اليوم يلزم الوقوف بجنب فلاحتنا باش على الأقل يبقوا في الدورة الاقتصادية، ويكون عندهم جزء من التعويض، جزء من وقوف الدولة إلى جانبهم، وبالأخص عبر صندوق الجوائح الطبيعية اللي هو معناه ميزانيته تعتبر من اقتطاعات من عند الفلاحة ومن عند البحارة، وفي معناها 1% اللي من أسواق الجملة أو الاكتتابات متاعهم عند معناه تسجيل بالصندوق الجوائح الطبيعية. يعني وضعية صعيبة كما قلت لنا، صابت الحبوب كما سميت لنا معناتها بالجانب الفلاحي البحت بالمفردات الفلاحية العام عجرودة، بما معناه معناتها انه صاب انه وضعية صعيبة برشا فيما يتعلق نحن بالصابة. اليوم نعرفوا لانه بالاخص في ولايات ليانا الكيف الشيرات هذيك الكل كاية، ومعناها اليوم جفاف بنسبة 100%، معناها صابة مفقودة بنسبة 100%، وفي باقي الولايات تتراوح معناها الأضرار من 50 حتى ل 70%. هذاك اللي يخلي اليوم شريحة كبيرة من فلاحتنا المتعاتين قطاع الزراعات الكبرى، متعاتين قطاع زراعة الحبوب بالأخص، اللي إنهم اليوم معناها قاعدين يعيشوا في وضعية صعبة، وعلى هذاك يلزمنا اليوم نقفوا معاهم، ويلزم تكون فما إجراءات استعجالية من أجل حماية قطاعاتنا، وبالأخص زادة من أجل تجميع شوية قمح اللي موجود لتوفير البذور للعام الجاي، لأنه كان ما وفرناش البذور للعام الجاي ونلقاو ما نزرعوا يا ولد نجم الأزمة تعود مش تكون عام وتولي تبقى عامين. وهذايا الكل كي راجع، لأنه يلزم نحطوا اليد في اليد كمهنة وكسلطة إشراف بالأخص وزارة الفلاحة لإبقاء معناها القطاع الفلاحي يتنفس، بالأخص مزارعي الحبوب وخاصة مزارعي الحبوب. مشكور جدا سيانيس خرباش على كل هذه التوضيحات فيما يتعلق بوضعية المنتجات الفلاحية بعد الأمطار الأخيرة. أمطار معناها استبشرت بها صابة الزيتون، الأشجار المثمرة، لكن صابة الحبوب تبقى دون المأمول. يقولنا العام عجرودة بالمفردات الفلاحية البحتة، معناتها اليوم هذه الوضعية يدعو زاد الأطراف الكل إلى الدعم الفلاح اليوم في الوضعية الصعيبة. مشكور جدا عضو المجلس المركزي للاتحاد الفلاحة والصيد البحري على كل هذه التوضيحات. احنا مازلنا مواصلين معكم حتى